بسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة عشان احتفال بأحد 70 رسول، كنيسة اختارت لنا لوقا 10، الفصل المميز اللي بيحكي تعيين 70 رسول. أقول لكم كلمة ملحوظة بك. أولا اللي ذكر القصة دي باستفاضة هو لوقا، ويعتقد في التقليد أن لوقا واحد من 70، وهو نفسه واحد من تلميذي عمواس، هو وزميله هما بس اللي كانوا من 70 رسول وخافوا المسيح قابلهم الصبح ورجعهم أورشليم تاني في نفس يوم القيامة. وده معناه أن زي ما توما تهز من الاتناشر، كان في 2 من 70 على الأقل مهزوزين. فربنا يسوع أول ما قام كان بيلملم كل الناس اللي تهزت بسبب صليبه. الحاجة التانية، يعتقد أنه الشمامسة السبعة أساسهم من 70 رسول. في الفترة دي كان ممكن يبقى واحد من 70 رسول يبقى شماس، عشان كده بنعتبر الشموسية درجة كهنوتية، لأن السبعة المذكورين، عشان كده تقرا علينا أعمال 6 اللي فيها اختيار الشمامسة السبعة لأنهم جزء من 70 رسول. الحاجة الثالثة أن لوقا 9 كان اختيار الاتناشر تلميذ، لوقا 10 على طول اختيار 70 رسول. وده اللي خلى ربنا يسوع، يبدو الناس كانت واقفة مستغربة، انت لسه ما كملتش فترة صغيرة وعينت 12، دلوقتي بتعين 70، هو كل ده مطلوب؟ فقال لنا بقى الرسالة اللي مش مفروض ننساها أبدا، الحصاد إيه؟ الحصاد كتير قوي، عشان ما يستغربوش أنه بعد ما عين 12 عين 70. حاجة كمان، أن ربنا يسوع كان حاطط في خطته أن كل دول هيطلعوا للعالم كله بعد صعوده، فكان بيدربهم على الخروج. كلمة اذهبوا دي أساس الكرازة، جو اطلع بره، ما تقعدش في بيتك وما تقعدش في بلدك. فابتدوا يتدربوا في القرى، يبعتهم اتنينات يروحوا القرية يديهم توصيات، يكلموا عن ربنا، يعملوا معجزات، يشفوا مرضى ويرجعوا يحكوا له. فده كان تدريبهم ككارزين، ده حصل مع الرسل وحصل مع التلاميذ، كلهم اتدربوا. عشان كده تلاحظوا انه بعد يوم الخمسين ما كانش غريب لما نسمع ان الكل راح لبلاد العالم، كانوا متدربين ازاي يطلعوا للقرى. تلاحظوا كمان انه حط لهم زي لايحة، ايه يعملوه ايه ما يعملوهوش. ففي التدريب قال لهم ما تشيلوش هم حاجة خالص، لا تاخدوا أحذية زيادة ولا كيس ولا مزود، لأنه كان عاوز يعلمهم اللي يرمي نفسه في الكرازة ده ما يفكرش في حاجة، أنا المسؤول عنه، هشيله من الألف للياء. لكن كمان عشان يعلمهم التدبير، جاي قبل صعوده قال لهم إيه؟ اعملوا بقى حساب السفريات، ابتدوا وضبوا نفسكم، لأن درس الاتكال مهم ودرس التدبير مهم. الاتكال يعني ما تقولش الهم، هتلاقي ربنا مش هيسيبك وانت بتخدم، لكن كمان لو في حاجة ممكن تدبرها دبر. فيبقى ده كان درس وده كان درس، بس الدرس الأولاني الأول ما تفكرش، لا تحمله، شلش حاجة خالص. برضو درس كمان قاله لهم، قال لهم البيت اللي تدخلوه قولوا سلام، يعني احنا لا بنزق ولا بنضغط على حد ولا بنتخانق ولا لا لا، احنا رايحين دعاة سلام مبشرين بالسلام. البيت اللي يقبلكوا ادخلوا وابتدوا بيه، ولو ما قبلكوش سيبوا روحوا للي بعده، لكن ما تتخضوش وما تنزعجوش، مش كل الناس هتقبل. وبعدين علمهم حاجة مهمة دايما ننبه نفسنا في خدمة الكرازة ليها، انه اوعوا تتوسخوا بتراب البلد دي. حكاية ينفضوا رجليهم على باب البلد، ايه معناها يعني؟ هي معناها وانت رايح لبلاد وثنية وافكار وحشة، الشيطان مسيطر هناك، حاسب يطولك حاجة من افكارهم وترابهم، فتنفض كويس كل شوي. تنفض يعني ايه؟ اوعى تتأثر بيهم، هم اللي تأثروا بيك،
انت اللي تغيرهم مش هم اللي يغيروك. فعملية الواحد ينفض رجليه كل شوية يعني لازم يرجع يراجع ليكون اتأثر بالبلاد اللي راحها دي والأفكار الغريبة اللي فيها والشر اللي فيها، لأنه أحيانا يبدأ الكارز ويتلخبط لأن هناك الحروب صعبة. أخيرا بقى رجعوا له، ما خلصش الإصحاح إلا ورجعوا له، يبقى في حاجة اسمها المتابعة. ورجعوا يقعدوا معاه ويحكوا له، كانوا فرحانين قوي. ثم فرحانين لأن حاسين إنه ده مش عادي اللي بيحصل ده، حتى الشياطين بتخاف منهم. قال لهم ما تفرحوش بدي، افرحوا إن أسماءكم مكتوبة، يعني يا بخت اللي اشتغل مع ربنا في خدمة خلاص العالم أو الكرازة. قال لهم أنتوا أسماءكم مكتوبة في السماء، ده أغلى حاجة. موضوع بقى أنك تنجح وأن الناس تشوفك حاجة مهمة أو تعمل معجزات، لا تفرحوا بهذا. ويمكن ده اللي خلى كمان قصة استفانوس النهاردة تورينا أنه هو ما كانش فرحان، كان بيعمل معجزات استفانوس، لكن كان فرحان أنه رايح السماء. الفرحة الكبرى أن احنا نخدم مع ربنا أن أسماءنا تبقى في السماء، لكن الكرامة في الأرض خطر، فالواحد ما يركز فيها، يركز دايما في السماء. افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. في نفس اليوم النهاردة في القديس غريغوريوس اللاهوتي، ده محبوب من كنيستنا، لأنه يعتبر إذا كان أثناسيوس أشهر مدافع عن لاهوت المسيح، فغريغوريوس النازيانزي أو غريغوريوس اللاهوتي من أهم المدافعين عن لاهوت الروح القدس. ده حضر مجمع القسطنطينية، كان أثناسيوس راح السماء وكان باسيليوس راح السماء، كان صديقه. فعشان كده كنيستنا تحبه وبيسموهم الأنوار الكبدوكية، باسيليوس وغريغوريوس وغريغوريوس الثاني. كل سنة وانتم طيبين، لإلهنا كل مجد وكرامة.